متابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم. كتب لي ريم: بيتر، انا كثير بحب بالمانيا داس بابير اوف دير ستراسه. ايه ليكو هاي، وهي كتبت داس بابير. ايه بدي اشرح، داس بابير ورق ولكن مشان نكتب عليه. ها داس بابير، منقول للاشجار داس بلات دي بلاتر، مثل البابير اللي نكتب عليه، يعني داس بلات دي بلاتر. ولكن هلا صارت الدنيا خريف ومنشوف كل الاوراق على الارض، والداس بلات او دي بلاتر لما بيكونوا على الارض ما عاد نقول دي بلاتر، منقول داس لاوب. كثير حلو ليكو، كثير حلو داس لاوب، يعني بس يكون على الارض منقول داس لاوب، يكون فوق الشجره منقول دي بلاتر داس بلات هيك، بس يكون تحت داس لاوب يعني داس لاوب. نعم، وهذا هو. دانكشن ريم، وانت alles Gute، بس dann. Tschüss, einen schönen Tag.